اثنين العايده ملكيتهن بالشعار هجن العاصفه يقدمهن الواثق حمد بن راشد بن غدير. ننطلق مع المركز الثالث وارهم لولياتي ثالثا لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد ان هيان ومتابعه المحترف يمعة بن عتيج الرميثي. رابع التحديات الكاسبي لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان في عمليه تضميره وتدريبه. ومع المركز الخامس التحديات منصوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي الحميري متابعا لهذا الانطلاق. ومع المركز السادس ارى التسلل ارى الهجوم في هذه اللحظات من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد براد المكتوم وبقياده حمد بن عبد الله بالطير العامري. بينما انطلقنا مع المركز السابع نتابع انطلاقه شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومتابعة سالم بن حمد بن هيان العامري. ومع المركز الثامن انطلاقة الشامخ وتاسع التحديات. ننطلق أيضا مع معالج الاثنين أيضا بشعار هجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير. بينما انطلقنا مع المركز العاشر بقرة تسلل من شاهين لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم وانطلاقة حمد بن علي العويسي متابعا لانطلاقة شاهين من بدأ يتسلل مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء الأول مع الجولة الأولى للعشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط مع بداية هذا الموسم وتحديات الكبار مشاهدينا متابعينا الكرام اللي تنطلق في صباح هذا اليوم. يا سلام، نعود بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة. ومع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج نتابع التحديات أيضا من سراب ومن الجانب الآخر. أرى هناك مرموق والاثنين بشعار هجن العاصفة من ينطلق أيضا على المقدمة مع الثنائية أيضا والحوار الثنائي ما بين سراب وما بين مرموق وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير متابعا ايضا منطلقا مع هذا التحدي المثير. ومع المركز الثالث ارى التحديات القادمه في هذه اللحظات والتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام. مع المركز الثالث نعود مع الشامخ التابع الهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. وبينما انطلقنا مع المركز الرابع بقرة تسلل أيضا لشاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومتابعة سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يقدم حمد بن عبد الله بالطير العامري. والسادس التحديات من الجانب الاخر، ارى هناك ملول لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد ان الهيان ومتابعه يمعة بن عتيج الرميثي. وارى التسلل من سلهود التابع لهجن الرياسه حمدان بن عوض بالشيله العامري من انطلق مع سلهود اللي بدا يتسلل ايضا من المركز السابع والثامن. التحديات صوغان العايده ملكيته لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. تاسعا الكاسبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وانطلاقة سهيل بن مبارك بن مرخان متابعا لهذا الانطلاق. ومع المركز العاشر معالج التابع لهجن العاصفة يقدم الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الثاني للعشر المراكز الأولى. ولكن منعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع التحديات المثيرة والانطلاقات الرائعة في هذا الصباح الجميل. ومرموق على الصدارة على رأس الحربة منذ البداية، ولكن أرى الشامخ بدأ يشمخ على مقدمة هذا الشوط وينطلق بالمقدمة بالشعار هجن العاصفة يقدم الواثق حمد بن راشد بن غدير. شاهين
الحين مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم حمد بن عبد الله بالطير العامري متابعا لهذا الانطلاق. ومع المركز الثالث وصل سلهود في هذه اللحظات بهذا الشعار شعار هجن الرئاسة الشعار الغالي على قلوب الجميع حمدان بن عوض بالشيل العامري متابعا لانطلاقة سلهود مع المركز الثالث رابع التحديات سراب. ومن الجانب الآخر أرهناك أيضا مرموق الاثنين بشعار هجن العاصمة يقدمهن الواثق حمد بن راشد بن غدير. سادسا مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري من يتابع هذا الانطلاق المثير واللحظات اللحظات الأخيرة المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والتغيير التغيير التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. سلهود انطلق بمقدمة هذا الشوط قاد هذه الجموع بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير بهذا الشعار الحمر شعار الخطر ينطلق على المقدمة وبقيادة حمدان بن عوض بالشيل العامري من يتابع انطلاقة سلهود. شاهين مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة حمد بن عبد الله بالطير العامري. يا سلام صدرت الأوامر في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية سلهود مسيطر شاهين يحاول اللحظات الأخيرة التحديات المثيرة. يا سلام ولكن سلهود هو الأقرب انطلق في اللحظات الأخيرة بدأ يباعد المسافة. تهانينا لهجن الرئاسة على هذا التألق المتميز اللي قدمه سلهود والتهاني لحمدان بن عوض بالشيل العامري. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية شاهين مع المركز الثاني لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. المركز الثالث شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. المركز الرابع يصل فيه شاهين لسمو الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي. والمركز الخامس لهجن العاصفة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. ولكن بنعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول سلهود إلى خط النهاية. يقطع مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها 8 دقائق بالتأكيد 13 ثانية و10 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة والتهاني موصولة لحمدان بن عوض بالشيلة العامري على هذا الأداء المتميز اللي قدمه سلهود. شاهين يصل مع المركز الثاني 8 دقائق 16 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم والتهاني موصولة لحمد بن عبد الله بالطير العامري. بينما اللي وصل مع المركز الثالث هذه لحظات الوصول أيضا إلى خط النهاية شاهين 8 دقائق 19 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم والتهاني موصولة لسالم بن حمد بن هيان العامري.